فقال لي بس نرجع على البيت بدي شوه لك وشك، بدي يعطيني ورائي ارجع على بلدي. انت بلدك هذا مو بلدك الثاني، هذا بلدك الاصلي العراق، وان شاء الله حقوقك كلها ناخذها. انا بالنسبه لي متكفل بكل شيء. وقت جينا لهون على العراق نزلنا بمطار بغداد، صار زوجي يقفل الباب ويحرص كتير انه مثلا ما حدا يشوفني حتى من الجيران، يعني حتى طلعاتنا كانت بوقت متأخر، يعني كان كل فترة وفترة يطلعني بالقليل وبوقت متأخر، يعني بعد 12 بال11 وبس على الدكتورة والشغلات الضرورية. زوجي ما عمل للإقامة وما ثبتني كزوجي لإله، وأخذ هويتي السورية وأخذ بسبوري وعقد زواجنا وكل شيء بخصني، حتى وصفة الدكتورة اللي بتعطيني إياها مع زوجي، وأنا ما بعرف عن زوجي غير رقم التلفون، يعني إذا بيطلع من البيت وبيقطع خط تلفونه أنا ما بقى أعرف عنه شيء، ولا وين أهله ولا أي شيء عنه. أنا هلأ حامل بالشهر الثالث، فطلعت عبيت رصيد وخبرته، قلت له أنا عند الدكتورة وتعبانة. أول شغلة تأخر كتير لرد علي وتأخر كتير لوصل، حتى سكرتيرة العيادة يعني آخر شيء قالت له ما ضل غير زوجتك، يعني تعال مشان تدفع الأجرة مشان تفوت زوجتك على العيادة. وقلت له أنه صرت ترك لي مصاري بالبيت مشان مثل هيك حالات اضطرارية إذا الواحد صار عليه شيء، فهو بالعادة بس أفتح معه هيك مواضيع بيضربني وبيعنفني. فقال لي بس نرجع على البيت بدي شوه لك وشك، وحكى مع أهله وقال له متكن تجوا مشان تدبروها. أنا بصراحة خفت منه، فتحت باب السيارة وطلعت لأني بعرف جوزي شو بيعمل بالبيت. أنا طلعت وفي جماعة سوريين أهلي كانوا قايلين لي إذا صار شيء بتروح لعنده. زوجي بهاي الفترة دق على أهلي وهددهم حلاقي بنتكن وحقتلها وحأذبحها بدي يعطيني ورائي أرجع على بلدي، بس أولاد يجي ياخد ابنه إذا هو بده إياه، لأنه أنا ما سمعت له مكالمة مع مرعى بقول إنه أنا بس تولد بدي صرفه، بس شو بده يعمل الله أعلم. بنتنا وانت شرفنا وعرضنا وإحنا وسوريا بلد واحد، وانت العراق بلدك. أنا بالنسبة لي متكفل بكل شيء، حتى مصرف رجعتك أي شيء أنا متكفل بيها شخصيا. سيد الوكيل وجه خلال يومين ينجز موضوع هذا. اي راح يصير تنسيق ويا شو يا رصاد؟ احنا بنقول اجراءاتها وخلال ثلاث ايام موضوعي حسن.